السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، اليوم سنبدأ بالوحدة الأولى من وحدات كتاب اللغة العربية، وعنوان هذه الوحدة مهد العلا والحضارة، وعنوان درس القراءة لهذه الوحدة البتراء. البتراء كما تعرفنا إليها أثناء القراءة الجهرية أنها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وقد بناها العرب الأنباط واتخذوها عاصمة لهم. ننتقل الآن أعزائي الطلبة لنتعرف أبرز المعاني والأفكار الواردة في هذه الفقرة. البتراء مدينة عريقة، عريقة بمعنى قديمة الأصل، محفورة في الصخر، بناها العرب الأنباط عاصمة لهم قبل أكثر من 2000 عام، ويطلق عليها اسم المدينة الوردية لأن صخورها الحمراء بلون الورد. والبتراء واحدة من أبرز بمعنى أهم أو أشهر المواقع السياحية جنوبي الأردن، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. بعد أن اختيرت واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، مما جعل أفواج السائحين تؤمها من كل بقاع الأرض. أفواج بمعنى مجموعة، تؤمها بمعنى تقصدها وتأتي إليها من كل بقاع الأرض، من كل المناطق والدول أو من كل أنحاء الأرض. ننتقل لنستخرج من الفقرة الأولى فعل مضارع مرفوع لدينا يطلق، وأيضا تأمها الآن فعل مضارع مرفوع. فعل ماض بناها، وأيضا لدينا جعل فاعل. العرب هم الذين قاموا ببناء المدينة الوردية. جمع تكسير، لدينا أكثر من كلمة، لدينا الصخور، المواقع، وأفواج. الصخور ومفردها صخرة، المواقع ومفردها موقع، أفواج ومفردها فوج. جمع مذكر سالم، لدينا السائحين، مضاف ومضاف إليه، لدينا بلون الورد من كل بقاع الأرض. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، وما تزال البتراء حتى يومنا هذا تتزين ببعض مظاهر البداوة، حيث يمتطي بمعنى يركب زائرو المدينة الجياد، الجياد بمعنى الأحصنة، وظهور الجمال ليدخلوا المدينة عبر السيق. إذن الطريق إلى المدينة هو المسير عبر السيق. هذا الشق الصخري البديع الذي يتلوى بمعنى ينعطف كالأفعوان. الأفعوان هو ذكر الأفعى. وعلى جانبيه قنوات مياه قديمة حفرت في الصخر لتوصل المياه من وادي موسى إلى البتراء. فإذا رفع السائر فيه نظره إلى الأعلى شاهد صخورا ملونة شاهقة، شاهقة بمعنى عالية، تحول بينه وبين رؤية السماء بمعنى تمنعه من رؤية السماء. حتى إذا وصل إلى نهاية هذا الطريق واجهته الخزنة التي تعد من أروع المناظر التي تقع عليها العين، فيقف مشدوها بمعنى مندهشا من بديع الصنع وحسن النقش. نستخرج من هذه الفقرة اسم إشارة، لدينا هذا اسم موصول الذي والتي، لام التعليل لتوصل المياه.
اسم تفضيل على وزن أفعل لدينا أروع، حال مشدوها. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة والرابعة. وفي وسط مدينة البتراء يشاهد الزائر مئات المعالم التي حفرها الإنسان. المعالم بمعنى الآثار. وأنشأها من هياكل شامخة وأضرحة ملكية باذخة. أضرحة بمعنى القبور، باذخة بمعنى ثمينة، ورداه وقاعات احتفال، رداه بمعنى مكان واسع، وقنوات مياه وحمامات. إضافة إلى المدرج الكبير الذي يتسع لآلاف المتفرجين والأسواق والبوابات المقوسة، لكن الخزنة وقصر البنت من أهم معالم البتراء الأثرية على الإطلاق. وعلى الرغم من شموخ البتراء حتى يومنا هذا، فإن الزائر يتبين آثار مرور أصابع الزمن عليها، فيرى أعمدة مهدمة هنا وهناك، مثلما يرى بعض النقوش الخربة التي لم يبقى منها سوى النزر اليسير. النزر اليسير بمعنى المتبقي القليل. نستخرج من هذه الفقرة ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لدينا حفرها الهاء وأنشأها أيضا الهاء، اسم موصول. لدينا أيضا التي والذي، جمع مؤنث سالم. لدينا البوابات ولدينا القاعات، جمع مذكر سالم. لدينا المتفرجين، جمع تكسير. لدينا مجموعة من الكلمات. لدينا المعالم، هياكل، أضرحة، رداخ، حمامات، والأسواق. ومن الفقرة الرابعة نستخرج فعل مضارع مجزوم. لدينا لم يبقى، أداة جزم لم، نعت منصوب مهدمة. ننتقل إلى الفقرة الخامسة. وتعد رياضة المشي من أبرز النشاطات التي يمارسها الزائرون في البتراء، إضافة إلى تسلق الجبال وركوب الخيل والجمال والتصوير الفوتوغرافي والرسم ومشاهدة شروق الشمس وغروبها. نستخرج فعل مضارع مرفوع. لدينا تعد ويمارس، فاعل مرفوع بالواو. لدينا الزائرون، الزائرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل الآن لنتعرف الأفكار الرئيسة الواردة في هذا الدرس. أولاً، مكانة البتراء السياحية. ثانياً، اختيار البتراء واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. ثالثاً، وصف مظاهر الجمال الموجودة داخل البتراء ووسائل التنقل فيها. رابعاً، معالم مدينة البتراء وأهم النشاطات التي يمكن ممارستها، حيث تناول النص مدينة البتراء من حيث ميزاتها وأهم المعالم فيها وأهم النشاطات التي تمارس فيها وأهميتها السياحية على المستويين المحلي والعالمي. وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.